طبتم وطابت أوقاتكم مشاهدين الكرام في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا المحلية. البداية نستهلها بأبرز العناوين. اللجنة الوطنية لمواجهة وباء كورونا تسجل حالتين إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في المكلا. تواصل الاحتجاجات الشعبية المطالبة باستقرار التيار الكهربائي. وعي تدشن أولى حلقاتها النقاشية حول مشاركة الشباب في بناء السلام.